أنا أول مرة أجي مصر ومصدوم من المصريين. المصريين الحقيقيين وين؟ اللي في الساحل الشمالي ولا اللي في السوشيال ميديا نشوفهم؟ عكس اللي نشوفهم في تيك توك والمسلسلات وبلطجيتها، غير جدا. يعني حتى طريقة كلامهم، أسمع واحدة الحين تتكلم تقول دلابة حلوة جدا، جنو كيف تتكلم كذي؟ مو نفس اللي في التيك توك، يعني نفس أم عمر ما تقول قراية ولا سوزي الأردنية. بلا أم عمر بلا أم زيف اديتني كام؟ دلوقتي احنا نمثل، الناس شافت 20 جنيه جديدة، حتى دول هتجديد عليهم.